نعم. عفى الله عنك، تصاب بعض الحيوانات بأمراض أو حوادث أو تهرم على ملك عند الإنسان على ملكه من المأكولة وغير المأكولة، فهل إذا كانت تتألم شديدا أو فيها مرض يخشى من العدوى هل ينبغي قتلها أو تركها؟ إذا كان عند الإنسان حيوان مسؤول عنه هو لكونه في ملكه أو في حوزته، ثم أصيب هذا الحيوان بمرض لا يمكن الانتفاع به مع هذا المرض، فلا بأس أن يقتله، لأنه في هذا الحال سيكون عبئا عليه وسوف نلزمه بالإنفاق عليه، فيكون في ذلك إضاعة للمال لأنه ينفق على شيء لا يستفيد منه. فعلى هذا نقول لا بأس أن تقتل هذا الحيوان إذا كان مريضا لا تنتفع منه، أو كان يخشى منه عدوى ضارة بالحيوانات الأخرى، هذا إذا كان تحت مسؤوليتك. أما إذا كان خارجا عن مسؤوليتك بأن يكون هناك حمار أو كلب أو دابة في البر ليس لك عليها ولاية، فدعها حتى يقضي الله بها أمرا كان مفعولا. وإن كان من المسؤولين الرسميين؟ لا، أما المسؤول الرسمي عن مراعاة الحيوانات فهو مسؤول كالذي يملكها مباشرة. إذا صب حالك يقتله. نعم.